كثير حلوة. خليك تجربها. لك زين هاي المفاجأة اللي كنت عامل لك يا انت ويزن. ما قلت لكم رح اعمل مفاجأة، رح اعمل لكم خيمة رمضان اليوم. تعال شوف شوف قديش حلوة. لازم تساعدوني ها. جاهزين؟ جاهزين. يلا. يلا. يلا قوم عشان تعمل خيمة. إذن ولو انت ما حكيت لي وفرجتني الفيديو كنت انا رح اسويها لحالي، وهي المفاجاه اللي كنت عم احكي لكم عليها. شوف شوي 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 ليك، هاي الاغراض اللي جبناهم تتذكر حكيت لك بدي اسوي فيهم زينه لرمضان، الفانوس وهي الاغراض مشان الخيمه. وطبعا مثل العاده هاي بابا وانا نفذ. واللي رح يعمل خيمه رمضان اليوم مين؟ بابا. يلا شو الشغله ماما؟ ليش تفعل؟ للخيمة يلا. وهلا لحتى نعمل الخيمة شو لازم نساوي؟ هلا أول شيء هاي ثلاث خشبات راح نلزقهم هيك ببعض تمام؟ مش هنساوي أساس. خلينا نشوف أول شو راح نساوي. ثلاثة وين الثالثة؟ لسه في وحدة. ثواني نساوي هذول أول شيء. يلا. الثلاثة سوا؟ لا لازم أول شيء تنتين. امسك مع بابا يزن، ساعد بابا يلا. أترككم أنا أصلاً. اصطان يعني اسد. اصبر بابا يعني قلب. امسك هيك زين. يلا يلا ساعد بابا انت كمان. استنى زين هاي لحال. هلا شو بدنا نساوي اول شيء؟ هلا اول شيء نلزقهم مع بعض هذول. كثير منيح. تمام اعطيني هاي شوي. وهلا العصاية الثالثة. هيك. شوي 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 شوي. شوي شوي لسه ما صارت. شو كثير طلعت حلوه. لكن بحب يجبر الخواص. خلصها معلش. خلص خلص. ماما وبعد ما لزقنا الثلاث عصي مع بعض هيك شكلها، هيك رح يكون. وهاي الدوطه بها جهه. وهلا شو بدنا نعمل ضياء؟ بدنا نركب الاضوية على السريع هيك، نلف الأضوية مشان نشوف شكلها النهائي شو راح يطلع. يلا زين يزن ساعدهم بابا انتم كمان مشان نخلص. ماما نحن ما صرنا كبار. مبلا صرتم كبار. بدنا نركب الضوء. يلا ساعدهم بابا لحتى يحط الضوء عليها. بابا رح يصلي هون. ايه انت معلش اصلي معكم. ما بعرف بنتي بس ما كبرت. مو ضروري. ماشي. شو قصدك؟ صح يزن؟ هلا لزقنا شو اسمه هاي تبع الضوء من فوق لزقناها، وهون بلشنا نثبته مشان ما يطلعوا هيك يعني. ها تعطيني. هلا ضل شوي ويخلص الضوء. هلا تقريبا حط الضوء. استنى على كل العصاي. تعال زين تعال هون. سويت لي قلب. فرجيني هيك هيك ساوي القلب هيك. حط يلا ساوي قلب. اوه شو هالقلب. هاي شو اسمها؟ قلبي. هاي قلبك؟ عطاني قلبه مو قلبك. ها انا ما لي قلب؟ لا بابا ما له قلب. عطاني شو؟ يي ليش عطيت بابا قلب؟ اعطيني قلب. اعطيني قلب. هاي شو اسمها؟ قلب. هلا خلص الضوء، شو ضل كمان؟ هلا بس نثبت الضوء شوي. هاي حط هاي. وهاي وين بدنا نحطها؟ ثواني بس هلا نشوف وين نحطها. امسك منيح زين. امسك هيك حط ايدك هون، حط ايدك هون. اخر شيء هاي. وين بدك تلزقها هاي؟ هلا هاي هون، حط ايدك هون يزن. هيك هيك. هاي هون بين. بابا انا. انت هات البرداي. تعال. هات البرداي تعال روح. اترك. هلا وقت نحط البرداي. شوي شوي يلا حاطي بابا. بابا جبتها، جبت البرداي. يلا البرداي تبع الخيمة، بيت الخيمة يعني هيك بحكوا. نور واحد نور. استنى استنى البرداي لأنها طويلة سويناها هيك شوي من فوق، ما بعرف شلون رح تطلع مثل الوردة على اساس. على اساس مثل الوردة يعني؟ والله ما تشبه الوردة. في هلا فينا نسكرها هيك ما تبين لزق هيك. ليكي
ماما شو بدك تساوي بهدول؟ هلا بعد ما بابا خلص الخيمة ضل علينا انا وانت انه نزينها، وهدول الاغراض اللي هلا رح نساويهم مشان نزين الخيمة، المخدات والاغراض رح تساعدني. ها ماشي ما رح نساوي المخدات. يلا حطها معك لانت تحطها من حالك. يلا تعرف؟ يلا تعرف ولا اساعدك؟ لا اعرف. يلا شطور ماشي. ها استنى شيل ايدك. اقول لك اول مخدة خليت زين وهو يعملها، المخدة الثانية انا رح اعملها زين. ماشي ماشي. ليش؟ لانه اول لما حطيت المخدة الصغيرة فيها حسيت انه كثير كثير فاضية، بعدين خطر ببالي انه احط هدول الايموجي فيها، بعدين احط المخدة الثانية حسيت انه يعني شكلها هيك صار يعني واضح اكثر، والكتابة اللي عليها تبع رمضان مبينة وطلع منظرها هيك احلى. ماما انت شو تعملي كتير 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 يطلع زابط. يي سلم ايديك شو هالمجاملة الحلوة زينة. يلا يلا بدنا نكفي. شو رح نعمل زين بعد ما خلصنا المخدات؟ رح نمدها هون بالخيمة. هلا رح نمد هاي بالخيمة وافرجيكم شو رح تطلع. تساويها انت ولا اساويها انا؟ ما تعرف؟ تعال كان انا اساوي. وحطينا المخدات وحطيت هي المادة، حطيتهم هيك حسيت هيك اضبط شي منظرهم. وهلا وقت انه نطلع الفوانيس اللي جبناهم بالفيديو الماضي، ولحتى نشوف شو بدي احطهم. جاي على بالي احطهم كمان هدول فوق المادة، ولا كمان عقدمو انا شاطرة زي نسيت الشمع. ليش ما ذكرتني لما رحنا؟ ماما ليك انت كمان نسيت. هلا هدول يجوا ثلاثه مع بعض، واحده كبيره وواحده وسط وصغيره، والحمد لله انه لقيت عندي شمعه بالبيت، بس كل واحده شكل، بس معلش يعني احسن من بلا. هلا بلشت احط الشمع بالفوانيس اللي عندي، وراح اضبط منظرهم على المدات وافرجيكم شلون عملته. ماما والله هيك اضبط شيء. اي والله اخر شيء قررت انه احطهم هيك على هي المده الثلاثه من الكبيره للصغيره، وكمان جبت هي مكتوب رمضان كريم والهلال، وراح احطهم كمان جنبيهم من هذا الطرف. وهذا الصندوق اللي كمان اشتريناه بالفيديو الماضي زينو، شو راح نحط فيه؟ راح نحط قران. برافو زينو صحيح، انا هون راح احط القران. هذا جزء عم يزن كثير بيقرا فيه، مكتوب بالتركي ومكتوب بالعربي، وراح احط القران بهذا الصندوق والمسابح. ما عندي غير مسبحه واحده واخذتها من جارتي كمان. والله صل على سيدنا محمد. هلا انتم يمكن عم تطلعوا على اغراض بتحسوهم هيك بسيطين، انا حاولت انه اعملها بالبيت مشان تكون هيك بسيطه، منه تشجيع للاولاد ومنه مشان يحسوا باجواء رمضان. اي والله وانا انبسطت اكثر منهم. اذا انتم كمان حابين تعملوا ما ضروري تتكلفوا كثير على الشيء لحتى تعملوه، مو ضروري تعملوا شغلات كثيره وتحطوا كثير اضويه وما بعرف شو، فيكم تعملوا خيمه للاولاد مشان رمضان بشغلات بسيطه. ماما والله طلع كثير حلوه. بس لسه ما خلصنا زينو. هلا يزن حط السجاده وحطينا المسبحه، بس زينو نسينا شغله مهمه وهي التمر. التمر اهم شيء برمضان. ايه ماما. هلا مين بدي احطهم؟ طبعا ماما انا. طبعا انت. يلا هلا زينو يزن هنا اللي راح يحط التمر. بس ليش عم تصفطوهم؟ ماما مشان يصير حلو. اي والله زين ما لي خلق. اخر شيء اخذت التمرات وحطيتهم بهي الخشبه هيك على شكل قلب صغيره، حسيتها احسن ما احط هديك، ويا ريت ضليت على هديك احسن. انت ما ترد علينا ماما. ايه طيب شو اعمل زينو؟ يا ريت ردت عليكم. هلا راح نشغل الشمعات بنحطهم بالفانوس لحتى نشوف شلون رح يطلعوا. متحمس؟ ايه متحمس. قد ايه كثير متحمس؟ كثير 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 كثير. والله انا متحمسه اكثر منك زين. وهلا خلصنا الخيمه، شو ضل؟ ضلنا نشوف النتيجه. اول شيء فرجيهم بلا ضوء. ايه رح فرجي هاي شكل الخيمه بدون الاضويه. هاي الفوانيس هون حطيتهم، والقران والتمر والسجاده. هلا رح شغل الضوء وشغل الفوانيس وتشوف النتيجه النهائيه. وهيك شكل الخيمة. واو. بعد ما طفينا الضوء عن جد كثير كثير حلوة. كثير كثير حلوة. هيك واو عن جد يعني ما بعرف حسيتها كثير بسيطة وحلوة، مع انه يعني الشغلات اللي استعملناها بسيطة. ما استعملنا فيها كثير. هيك من بعيد شكلها. هلا هيك شكل الخيمة من بعيد عن جد شكلها كثير كثير حلو. مع انه ما تعبنا مثل كيس البشار ومثل لانش بوكس الصغير ضلينا فيه ثلاث ايام. تقريبا هاي ساعتين اخذت معنا. اقل من ساعتين كمان. ما في ساعتين حتى. كثير 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 طلعت حلوة. قد ايه تقيمها زين من 10؟ كثير كثير. شغل الضوء ضياء، شغل الضوء. كثير كثير. اوه والله حتى مع الضوء احلى طلعت. كثير كثير طلع احلى والله. تعال شوف ما شاء الله. هيك كانت
خيمتنا الرمضانية. إن شاء الله رمضان كريم علينا. رمضان كريم. أتمنى تكتبوا لنا بالتعليقات كل واحد شو يقيمنا إياها من 10. اللي يقيم تحت 10 راح أزعل منه. هلا والله عن جد نحنا كان بدنا نطلب خيمة. بس حسيت انه ما في داعي نطلب خيمه، انه ما بعرف، مع انه سعر الخيمه مو غالي، بس انه يعني هيك فعاليه، واللي حابين يجربها كمان، اللي حابين يعملها برمضان كمان فيه يعملها. يعني هي مكونات سهله يعني عصر. يا الله مو وصفه، مو مكونات. شغلات بسيطه. هي شغلات بسيطه مثلا. يا فكر وصفه. مع انه يعني الشغلات وضوء وبرداي شمع، يعني شغلات بسيطة بس ما شاء الله يعني النتيجة كثير حلوة. إذا حابين تعملوها للأولاد أكيد اعملوها. وهيك كان فيديو اليوم، ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وكثير بحبكم. ويلا باي. رمضان كريم عليكم وعلينا. اي والله نسينا، رمضان كريم علينا وعليكم. اكيد اكيد اكتبوا لي بالتعليقات اذا حبيتوا النتيجه واذا توقعتوا انه رح تطلع هيك، واذا حبيتوها وقد ايه بتقيموها من 10. كثير بحبكم. يلا باي.